عسلامة مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. الوصفة متاع اليوم طاجين السواني. الوصفة هذه وصفة زمنية تعلمناها على جدوتنا. حضرت 300 غرام لحم. انا خديت لحم علوش، خديت تريفات من الفخذ وقصيتهم تريفات هكايا صغار، اللحم نقصوه هكايا تريفات صغار. راهو اصل الوصفة اللحم العلوش يكون، واللي يحب يطيبه باللحم البقري والا بالدجاج راهو ينجم. وحضرت كعبة بصل هذيا قصيتها جويدة باش نحطها تطيب مع اللحم، وحط شوية جبن، هذيا جبن جرويير، هذيا جبن سيسيليان، وهذوما كعبات عظام تاع التين عظام جبنتهم، وهذوما كعبات عظام باش نحطهم في الطاجين، وهذيا الفاح اللي باش نفوح بيه، عندنا كركم، فلفل أكحل، ملح، وهذوما باذنجان. خذيت كعبات باذنجان، والباذنجان كي ناخذوها من المستحسن ناخذوها هكايا جويده تكون، ما ناخذوش الباذنجان الكبيره. وهذه القرع اللي باش نحطو في الطاجين، القرع زاده كيف كيف ناخذو كعبات القرع جيدين ما ناخذوش القرع الخشين. وحضرت شويه زيت زيتونه، وهذايا زيت القليل. وتوا باش نبدا نحضر الطاجين، نفوح كتريفات نتاع اللحم وباش نحط نطيبها. نحط الكتلفات نتاع اللحم في النحاسة، نحط شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وشوية كركم، نخلط، نحط شوية زيت، مقدار نتاع 6 مغارف زيت. نحط البصل، نخلط التريفات نتاع اللحم اللي فوحتهم. توا باش نخليهم 15 دقيقة يشربوا الملح والفاح، وبعد باش نحط نطيبهم. توا باش نقص هكا الباذنجان وكالقرع هكايا، يكون قصان هالباذنجان نقصوها رونداليت، واللي يحب يقشرها باذنجان ينجم يقشرها، اللي يحب يخليها بقشورها يخليها، انا نخير نخليها بقشورها خير. القرع زيدة كيف كيف نقصوه رونداليت هكايا، الباذنجان والقرع هاني قصيتهم توا باش نفوحهم، واللحم عنده 15 دقيقة ملي فوحته هاني حطيته على النار باش يطيب. الباذنجان باش نحط لها شوية ملح، القرع زيدة كيف كيف نحط له شوية ملح وشوية فلفل أكحل وشوية فلفل أكحل زيدة على القرع، ونخلط. وردوا بالنا في الملح ما نحطوش برشا على خاطر الجبن فيه الملح. نخلط في الباذنجان، الباذنجان وقت اللي قصيتها فركتها بالقارص باش ما تكحالش. الطاجين هذايا راهو ساهل وفي ساعه يطيب. نحط اللحم يطيب ونحط الزيت في المقله ونبدا نقلي ونحط كل شيء مع بعضه في ساعه في ساعه يطيب. توا الزيت نستناه يسخن، وبعد باش نبدا نقلي القرع والباذنجان. اللحم اللي حطيته يطيب نحركوه، وبعد ما نحركو نغطيه ونخليه يطيب على نار واطيه وما نصبولوش ماء. اللحم توا يسيب ماء اللي باش يطيب فيه. الزيت سخن، توا باش نبدا نقلي القرع. نبداو بالقرع قبل، القرع تقلي وهاني توا باش نطلعو. نقليوه كيما توا هكايا انا قليتو، ما نحمروهاش برشا، ونحطو على بابي ابسوربون باش يشرب لنا الزيت. وتوا باش نقلي الباذنجان، الباذنجان طابت وهاني توا باش نطلعها. القرع والباذنجان هاني كمل تقليتهم، اللحم طاب هاني توا باش نطفي عليه، وتوا باش نبدا نحضر الطاجين. نكفرج الكعبتين عظام اللي هي جبنتهم، نحط الجبن السيسيليان، نكفرج الجبن هذايا الجرويير،
الجبن هاني كمال كفرشتو، نحط شوية فلفل أكحل ونخلط. توا باش نحط الكعبات متاع العظم ونركضهم هكا شوية ونخلطهم مع الجبن والعظم المجبر. العظم هاني كمان تخلطتو، توا باش نبدا نحضر الطاجين. الطاجين السويني اللي باش نطيبو اليوم هو في اصل الوصفه يطيب في الطواجن الفخار. كان عندنا طواجن صغار كيما هكايا زوز ولا ثلاثه طواجن نجمو نطيبو فيهم، واذا كان ما عندناش نطيبو في الطبق البيغاكس الطبق البلار. انا حضرت الطبق هذايا دهنتو بالزيت وباش نحضر زيد الطاجين الصغير في الطاجين الفخار. توا باش نبدا ناخذ اكل البتنجان باش نرصفها هي الاولى في الطاجين وبعد نحط فوق منها القرعه. توا نحط القرعه فوق البتنجان هكايا زيدا، نحط الكعبه للكعبه الأقراع هني كمان ترصفته فوق البتنجان. توا باش نحط فوق منهم أكل الحم اللي طيبته، وكي نطيبوه الحم كما توا هكايا أنا طيبته نخليه حتى ينشح الماء نتاعو الكل ويقفل زيتو. توا ناخذ أكل تريفات نتاع الحم ونحطهم فوق الأقراع والبتنجان هكايا. الحم هني كمان حطيته فوق البتنجان والأقراع. توا باش نحط فوق منهم اكل خليط نتاع العظام اللي حضرته. الطاجين هاني كمان حطيت له العظام المركوض. توا باش نحط له شويه جبن من الفوق هذيا باش نكفرج له هكايا شويه جبن. هاني كمان حطيت لهم الجبن والفول شعلته حطيته يسخن عنده 15 دقيقة، وتوا باش نحطهم يطيبوا في فول سخون درجة الحرارة 175 مدة 25 دقيقة. طاجين السويني طاب، هاني توا خرجته من الفور نخليه يبرد 5 دقايق وبعد نقصوه وناكلو صحة وبالشفاء. وهذه وصفة زمنية تعلمناها على جدودنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وبالسلامه وشهيه طيبه. وتابعوني على قناتي سور يوتيوب الانستغرام فيسبوك، شو سللكم جديد الفيديوهات واحلى واشهى الاطباق التونسيه.